كثيرة هي المبادرات الإنسانية التي تهدف إلى إصلاح المجتمع، وما أكثر أولئك الذين يقومون بها. ولكن حينما يتعلق الأمر بإعادة الابتسامة إلى الوجوه الحزينة والفرحة إلى القلوب المنكسرة، فإن المبادرة هنا لا تستحق فقط الشكر والتقدير، إنما أيضا الاعتراف بالجميل وإبرازها في لوحة تستحق الإشادة. سيدة الأعمال أتشاي وير، واحدة من السيدات القلائل في بلدي، أجبرت الكثيرين على احترامها لما تقدمه من خدمات اجتماعية الغرض منها زراعة الأمل وبث السعادة لمن لم يتذوقوها، خصوصا لدى الشرائح الضعيفة في المجتمع. ففي سجن جوبا العمومي كانت لدى هذه السيدة لفتة تستحق الإشادة والتقدير، كما يفصله اللواء باك أنيار لونغر. الآن تم الإفراج سبع نزلاء الكان محكومين بكرامات بسيطة، وكان يتمنى أن يفرج أكثر من 20 لكن بعد ما اطلعنا على ملفات الحكام أن هذا المحكومين بالكرامات أننا لقينا سبع، وسبع نزلاء هم يستفيدوا بإفراج بواسطة مؤسسة أتشاي وير. أننا كإدارة سجون في سجن جوبا المركزي أننا منشكره شديد، لأنه دائما قاعد يجيب معناد المتضاربين زي النزلاء. سيد أتشاي، السجن فيه مشاكل كثير، زي ما شفت السجن بقفل أكثر من 2100 وشوية، فالسجن مليان شديد، والسكن في السجن بتاعه في صعوبة، لأنه عنابر ما بقدر بشيل العدد 2000. السجن ده وقت أساسه كان أساسه ل 300 نفر ل 500 نفر مسجون، والآن قاعد يقفل ب 2000. ده تحدي كبير للسجن ده، بيحتاج لزيادة بتاع العنابر عشان يكون يكفي للناس ديل. المشكلة الثاني هو مشكلة الموية. الإدارة المركزية يعو بمول السجن ده بالموية، ولكن في بعض الأحيان التكلفة بتاع الموية بكون أكثر من الطاقة بتاعنا. البيل أسا واقف في 4 مليون، 4 مليون ناس الحياة المركزية للمياه هم محتاجين ل 4 مليون عشان إنه يقدر يفق الموية لسجن جوبا المركزي. المشكلة الثالث اللي بيواجهونا هو المشكلة بتاعت الريل. لما نكون في مسجون محتاج يودوا للمحكمة، أحيانا ما بكون العربية، فالقضايا بتتراكم. أحيانا زول واحد بكون عنده محكمة وما في عربية اللي بودوا عشان يودوا في المحكمة. ده المشاكل اللي فيه، زاد إنه في قضايا متراكمة، وبالنسبة لأسباب أنا ذكرته النازل ما بمشي في المحكمات في مواعيد بتوم، فده المشاكل البسيط عندنا. ونينا كإدارة سجون في سجن جوبا المركزي أننا نشكرك
ونشكر مؤسسة بتاك عشان إنت دائما إنت بقيف مع السجون. السنة الفات كان إنت دور رياضية الدور الرياضية كان تبادينا وكان تيمي دعوة رسمي من النزلة عشان إنت تحضر الدور هذا. الليلة ده إنت واتا بواد بتاك مر الفات إنت واتا إنو أتدام بريك بتسجن ب ب ب ب ب ملعب رياضية وكور الليلة ده بيغ يا حقيقة الليلة ده إنت جبتا يعني أدوار رياضية للفريق وكور للفريق فده دام كبير ده ما سهل عندنا فريق قوي شديد في السجن ده ما شفت أصلا لابسين الرياضة ودائما ده بكلمهم من ينسى مون بكون قاعدين في السجن وقاعدين عندهم دور رياضية في السجن واد بن فاينو المشاكل اللي كان عنده يعني بروح نحن نتمنى إنه ما يكون دي آخر زيارة لنسبة لنازل لأنه نازل دائما دارين دام دارين الكيرين وإنت واحد إنت واحد منهم من الكيرين إنت عملت حاجات كثير للناس المتضافين وده ده ربنا يودي في 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 محسنات بتاكا واللي وباسم مؤسسة بتاك مؤسسة الشاي وير الكيرية. نسيمي، كل قاعدين هنا. وما يدوم بدو، ما يدوم تباشير، ما يدوم أي تكرسات ما هو. ده مشغلات بتواجهنا في هذا النسيم. ده الحاجة اللي لنا. آخر كلامي نبقول سديد. تشوفوا ده منتظرين الواقفين ده كل منتظرين مشكلة المحكمة ده بقى صعب جدا لو انت قدرت انت بقى بيساعدنا انسان مهم واحد يجينا يو اي يساعدنا بس بالتسجيلات يشوف مشكلة الناس المسلمين. أما السيدة أشاي ذات نفسها فلقد أكدت على أهمية تضافر الجهود من أجل مساعدة الشرائح الضعيفة في المجتمع. خلقك قلبك نظيف تقعد تريد أي زول ما في زول بيجي بخير حياة حقك عشان الله خلقك كذا. أنا زول إنسان قاعد نريد نشارك حاجة مع أخواتي وأخواني المساكين عشان أنا ذاته أنجي لقيت حاجات ده برا الله يا جابوا لي لكن كان جابوا لي أنا بعرف طريق الله جابوا لي ده بيجيبوا لك بكرة في الدنيا ده ما في زول الله ما قاعد يريده لكن ده شان يومك بس ما جاء حاجة ده حاجة مهم ده نقول لكم إتو كان سجنوغ الليلة ده ما تقول ده الليلة ده يا آخر بتاع حياة حقتنا. I will try my best. أنا بنوت حسب مقاصي. أنا بقدر نعمله أنا بعمله لكم. والكبير أنا ما بقدر ده أنا ما بقدر نوعدكم نقول أنا بعمل ده وبعمل ده وبعمل ده بكرة ما أجي نعمل ما صح. الله قال شنو ما تكذب. حقايق يا كويس. أنا بقدر نطلع 20 نفر. وان 20 نفر انا بطلعوا ده ما زول مثلا الشيطان خشاو قتل زول ده ما زول مثلا الشال حق الزول مش سرق يعني انا قاصد السرقه انا ما بقدر في حاجه زي ده اندر نشوف حكم حقتكم الزول دار يعذبك حكموه كم سنه عشان بكره ما تشي تسرق حق الزول ده خطايا كعب شديد من الله. الله قال كان ما عندك حقك ما تمشي تسرق لكن كان جابوك في السجن ده درس ودار يعلموك حياة ماشي كيف حياة ما ماشي عشان تسرق حق زول حياة ما ماشي عشان تقتل أخوك والأختك ما كده
الله بيقول اشتغل بأرق حقك، اشتغل بأرق حقك. هو بدفع لك حاجة سمع أكتر من أرق حقك انت عملته بحلال، لكن تاكل جريزول بارد نديك 100 دولار بكرة ترجع لي ب 100 دولار، ده حرام، ده حرام. لي أنا برايا أنا واقف قدامكم ده شاي ويران قاعد نشوف ده قروش حرام. رسالة حقيقة عندنا خليه يوصل لرئيس حقنا الجنوب تاع جنوب السودان سالفا كير ما يريد، بليز يو هيلب اس اباوت ذيس. خلي الناس القاعدين يدينوا ده، خلي الناس ما يدين بسرطان. يا جماعة أنا عشان مشيت ضينت منك أنا عارف ما عندي، لكن كان مشيت خطيت 100 دولار في راسه نلقاه وين؟ وأنا مشيت ضينت منك قبل عشان ما عندي نلقى القروج وين عشان نجي ندفع لك 200 دولار؟ لقيت الناس قاعدين يعملوا قروج بتاع اسمه شنو سرطان ده؟ أنت عارف معناه بتاع سرطان ده؟ أيان اسمه ده ما كانسا؟ ده ما كانسا؟ وخلاص اسم زاد والسمول هنا ده القروش ده بدا اسمه سرطان ده؟ ده از ذا ديزيز ده عيان كعب عشان زول زاد يخليه يعرف حاجه ده حاجه كعب شديد. وانا اعرف ناس كثير منكم هنا اللي جابوا في السجن هنا ده ربح ربح اما لاي مش خلي الكلام ده يا جماعة خليه يخلوه. كان ده أنا زول عنده كيس زول كبير بتاعنا بتاع سجون بتاع جوبا، بليز حاول في حاجات زي دي. خلي زول الشال قروش بربح ده، خلي زول يعفيه يا جماعة. مسامة خريم خليه يعفيه وخليه يدو. بس مثلا كان شال 100 دولار خلي زول الشال هنا يدير 200 منه ده، خلي عافي اخوك والاختك عافيه وشيل 100 حاجه قال كان هو دينه منك ده. ده رساله حقي للناس الدارين ديون لزول، بليز اندر بس خلي قلبك يكون بارد بس وعافي اخوك والاختك وخلي بس يدفع لك القروش اللي انت كان اديته كاش وخلي عفيه لو الله بمشي بديك حاجه كتير اكتر من 100 دولار حقك ده. في جنوب السودان الكثيرات من النساء اجبرتهن ظروف الحياه وقساوتها الى عدم التوافق مع المجتمع، والقسم الخاص بالنساء في سجن جوبا العمومي يعج بالكثيرات اللائي يحتاجن للتعامل من قبل المجتمع برفق وعدالة. وهنا يظهر الدور الذي يمكن أن يقدمه الفرد لمجتمعه كما فعلت سيدة الأعمال أشاي وير. أنا كان عملت حادث في تونغبين 2020 بأربع نفر، حادث بتاع بنزين، فهي شالت ثلاثة نفر وقال لجم والواحدة جاب قد مروم. بس معلش لكلام ده حاجة كان حصل كقصد ما قصد، لكن بس أنا كان شنو حصل هنا ده حادث لما كان حاجة دمنيته. حتى الآن لسه أنا منتظر ما مشيت محكمة، أنا منمنى كان من حكومة بتاع جنوب السودان يودونه محكمة عشان انفستيجيشن يمشي قدام، لأنه ده ما حاجة كان أنا قصده. فأنا بشكره عشان ما بنساك في حياة بتاعي. أنا مقصود خالص بزيارة عشاي في السجن جوبا المركز السجن النساء ومنوين، فأنا مقصود جدا. كمان في عيد ميلاد بتاعه ذكر يجي يشوف المساكين وناس في السجن يجي يشارك معهم. كل ما زول يذكر زي ما قالوا انت لو ما شفت سجن وما شفت مستشفى ما عملت حاجة. انت دايما تذكر السجن وتذكر المستشفى، وانت عشاي وير أساي تذكرت السجن اخواتك البسيطين المساكين، وانت جيت وعندنا يال صغار في السجن، في يال ولدوا هنا وفي يال جابوهم من برا، فالله معك ولا يفتح عليك زيادة بزيارة بتاع. فنحن مبسوطين، وي ار براود اباوت يو في حاجه انت عملتها وشكرا شديد. حصل في حياه ناس يا جماعه، لكن عندنا نقول لكم سمول ادفايس، عندنا نوريكم
يا جمانا كان زو سجنو ده ما اخر حياه حقك ده الدرس وده دار يعذبوك انتو عارف زول كان عمل خلطش كعب شديد في حياه الدرس حقه ده سجن يجيبوك في سجن واحتمال تطلع اي زمن حكموه فيه تطلع لكن نينا وحمهات في حاجات كتير بحصل في حياة حقنا لكن في باقي رجال لكن ما قاعدين اندستان هنا ظروف حقنا يا جمانا ما شان انا مرة دانا سايت بتجاب بتانا سايت نحن يا ناس وحيد قاعدين خش في ظروف كعب شديد في البيت مثلا تقدر تكون تولد عندك جنة جنة أيام ولا جنة بنوم بجعان الليلة شنو حاجات كتيرة زول أقدر بشيل هم في البيت ده مرة يا قاعد يشيل هم هموم بتاع بيت كله ده مرة يا قاعد يشيله لكن ما شاني رجال كمان تقولوا أن بشر حاجة شان نساعد نسوان كمان ما كده نحن نسوان دائما في حاجات كتير قاعدين نحصل في حياة حقنا وإنه في ناس باقي رجال ما قاعدين يقدر يفهم ويتو رجال كمان برضو خليكم تفهمونا. المبادرة لم تقف عند الزنازين والسجون بل امتدت لتطرق أبواب سجن الأحداث وإصلاحيتهم، فقدمت لهم هذه السيدة ما تستطيع تقديمه كما يقول السيد أكول مايكل مدير إصلاحية جوبا. نشكر كل الحضور بقيادة مدام تشايوير، نشكر أتاهم بزيارة ونتمنى أن يكون في مزيد من كده للهيال بتاع الإصلاحية كما وعد بحاجات كثيرة، فمنشكره وشكرا كثيرا. It's like just using that. أجا غاس روبو ده ما كويس تغيروا دور في سوق غاس روبو سلسيون عربية جي جابس جي غونغو يتا في سيكا هجات بتا جرام كله ده يامال أجا ده حياة ديرو تاكم زول كون فوقو ta war waje smu wilada da ge uzol ge weludu betap de tap wilada de tap lakin zol kana yin umato gi werilo aje zol maderas makalamta zol maderas makalamta buta zol baba taki kangita la zalant leita ma umata ki hayata ki mago kun ko star of kalam de asham fi bible fi bu wonsu umata ki ma abuta ki the second god the rabuna Number two, kanta masma kalam to obi na alita will curse you. Mafia aja kwesta biligo fi hayata ki nihaya. Sala kanita biga zol indu sunu ajata ki bikarabu. Sandeya naza jibita fi dunia. Dea zol rabuna number two. Umataki mabuta ki de rabuna number two. Lakini kanta umagasma kalam tafaran staku. Ya ude aja jibita kumini asade. itakum yal kanto makara bo hayatakum ana der zol alindu adana zol alindu gelba kalias makalam taide kalis shilu kalama na giwon sude kalo kutu fi gelba kalo kutu fi gelba kalis zol sibu ajat kulu ajal kabolu gamul shetan gi kushu ode kalis sibu kalis zol fata hayatani isala kan mind wu ayi haja akher kalta gani ne div zede kali khataya ita mamul khataya ta dunya sirka da ma kwais gira ma kwais ayi haja kap kap da kali sibu ana yin ta ku gigan fi shamis shadid ana jayu ni ta kum lakin ana burwa jib la ta kum fanail ta kura an bi jib leto kwar bi ja wedu ta kum kalta kum gala bu kaman gal ke gis ne situ haya al kap de haya al kap ita kum gamulu de دار الأيتام بجوبا بالإضافة إلى المراكز الأخرى كانت لها نصيب من المبادرة عندما عبر بذلك صراحة مدير دار الأيتام بجوبا. الشغالين هنا الأطفال دي كلهم في مدارس عندنا المشاكل اللي بوجه المركز عندنا الأصدقاء مثل بداية الدار البيجو هنا يعني بيشيلوا الأطفال بيشيلوا بيختاروا لهم زي خمسة طفل بيدفعوا في السنة
في المدارس، لكن منظمة صعب كده عشان يتخلينا الليال دي ما في دي المشاكل اللي بواجهنا هنا في الدار. بعدين أنا ما عندي كلام كتير، أنا بقول لكم مرحب البيت بيتكم إتوا أقعدوا كلكم أحرار. شكرا. زول كان مقصود سامتايم بكورك بعمل شنو بعمل حاجات كتير، لكن ما ده نكورة عشان الليلة ده يوم بتفرح حقي ما بقدر نكورة دار بزن التفل. ومجيت هنا في مالتا أوفنس يا المساكين ما عندهم محاد، في ناس في يا صغارين يا جماعة صغارين شديد يا اللي صغارين شديد، أنا مجيد متعصب شديد يا اللي يا دار مساعدة مساعدة عشان نساعد ويا زيال بتاع أوفنس ديل. في حاجات كتير هم قالوا داري ناس يساعدوا، تعالوا تعالوا يا ناس شغالين بيزنس بتاع جنوب السودان، تعالوا عشان نجي نساعدوا ناس، تعالوا نلم ايدينا نساعدوا يا المساكين. مثل هذه المبادرات سادتي تستحق أن نرفع لها القبعات تحية وإجلالا، وندعو الآخرين من رجال وسيدات الأعمال وفاعلي الخير الانضمام لهذه السيدة في رحلتها من أجل إعادة الفرحة والبسمة للوجوه الحزينة. We'll be right back.